عجبك المحشي يا حبيبي؟ هايل. كفايه انت عامله لي بايديك يا حبيبتي. متأكدة انك عاملاه لوحدك؟ اه طبعا، هي ماما بس ساعدتني في حاجات بسيطة. مين عمل ايه؟ انا اشتريت ورق العنب. بعدين؟ وهي كملت. تصدق قلبك الحساس. اي الحل هي عندك في التلاجة تاكل منها لحد ما ارجع من السفر. سفر تاني؟ دي سفرية بسيطة كده في كوبنهاجن، يا دوب اسبوع ورجع. انت لسه راجع من الغردقة؟ بس ده يا حبيبي مؤتمر دولي مش هينفع فوته. دولي ولا محلي؟ وانت بتعتقي؟ فهم نقي ده اللي جاي من الورا. يا ريت، ده انا من ساعة ما اتجوزتك مش عارف انق عليك ولو مرة واحدة تفوتي مؤتمر واحد. كل ده عشان هقعد اسبوع بس في كوبنهاجن؟ متأكدة انه اسبوع واحد؟ يعني لو طولت قوي تبقى 10 ايام اسبوعين بكتير. شفتي؟ ايه رأيك بقى ان انا مش موافق تسافر يا مريم؟ وانت مين قال لك اصلا ان انا باخد موافقتك؟ امال ايه؟ بتديني خبر قبل ما اسمع من بره؟ طب هسافر يا وسيم. مش مسافرة يا مريم. انا طيارتي بعد ساعتين. لا يهمنيش. يعني الحق عليا يعني ان انا جاي اسلم عليك قبل ما اسافر؟ انت عارفه كويس قوي ان انا مش موافق على السفريه دي من الاول. طيب ممكن لما ارجع نتكلم؟ نتكلم في ايه؟ اذا كان هتكوني خلاص سافرتي. وانا ما كانش ينفع ما اسافرش. عامله نفسك هتحلي مشاكل الزوجيه بتاعت الكون كله. طب ما حلي مشاكلك الاول مع جوزك. ما تبصيش في ساعتك قدامي. من ساعة ما اتجوزت وانت محسساني ان انا معطلك عن كل حاجة. بعد اذنك. على فكرة لو مشيت دلوقتي هتبقي طاقة. وسيم! اوعى تنطقها. ليه يا عم منصور؟ ليه ما سبتنيش اديها لها في وشها؟ أكبر غلطة إنك تقول لها لو سافرت تبقى طارق. يعني في لحظة واحدة تبقى نقلت العصمة في ايدها، لأنها لو سافرت فعلا تبقى طلقتك. دكتور وسيم، دكتور وسيم، صباح الخير داليا. الساعة كام؟ الساعة 12 الظهر. اتأخرت قوي. ايوه، ما انت فعلا كان شكلك تعبان امبارح قوي. فعلا. قلت لك الورد اللي انت بتحبه. طيب انا هقوم بعمل لك حاجه تشربها قبل ما تكسر. لا 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 لا، خليكي خليكي، انا ما بشربش شاي اول ما بصحى عامه. ايه ده؟ مريم، كانت قاعدة لازقة فيك وانت نايم على الكنبة وماسك الورد اللي جابته لك وتقولي فهمتي غلط؟
كان ناقص ادخل عليها نايمه في حضنك؟ انا راحت عليا نومه فهي جت تصحيني. لا يا راجل، هي بقى متعوده تصحيك كده وانا مسافره ولا ايه؟ كانت اول مره تحصل على فكره، واخر مره، عشان مش هتحتاجوا تعملوا كده في العياده. يبقى خليها تجيلك هنا لاني ماشيه خلاص. وسع مريم، مفيش داعي لكل اللي انت بتعمليه ده كله الا الخيانة. انا ما خنتكيش، وبعدين ما عندكيش دليل على كده. انا مش محتاجه دليل، كفايه اني شفت بنفسي. مريم 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 مريم، مبروك، انت حامل في 3 أسابيع تقريبا. انا عارفه يا دكتوره اني حامل، بس انا عايزه انزل البيبي. ليه؟ علشان انا تعبانه ومش هقدر احتفظ بالبيبي ده. انا اللي اقرر اذا كنت تعبانه او لا. انت متجوزه؟ ايوه طبعا. وجوزك موافق على كده؟ لا، هو انا لسه ما قلتش لجوزي اني حامل. كمان دي جريمه تاني. يعني ايه؟ يعني الاجهاض في حد ذاته جريمه، وانك تجهدي نفسك من ورا جوزك يبقى هيعرف ويبلغ عنك ويحبسك. طب هو مين اللي هيقوله؟ انا اللي هقوله. انت في نعمه مش حاسه بيها، ولو فرطتي فيها دلوقتي ممكن ربنا يعاقبك ويحرمك من الامومه طول عمرك. كنت متأكد إنك هتيجي. هي فين؟ داليا؟ ما تنطقش اسمها على لسانك قدامي. خلاص خلاص، هي على العموم سابت العيادة. أنت اللي مشيتها؟ لا بصراحة كنت بخيبة، هي اللي مشيت لوحدها. ليه؟ ما كنتش قادر تمشيها بنفسك ولا إيه؟ المهم إنها مشيت بقى وخلاص. مشيت ليه؟ يا بتقول إنها مش عايزة تفرق بينا. حرام، تصدق الدمعة هتفر من عيني. خلاص بقى، خلينا ننسى الحاجات دي ونركز مع نفسنا شويه. وهو لو انت كنت مكاني ورجعت من السفر لقيت واحد لازق جنبي على السرير، كنت عادي هتنسى؟ اساسا عمري ما بسافر واسيبك. بعدين خلاص بقى، انا قلت لك ان انا غلطان، مستعد اصالحك باي طريقه. سفريه كده من سفرياتنا بتوع زمان، بتوع شهر العسل، فاكره؟ الزهر ما بنجيش الا على الفسحه. كان زمان. ليه بس؟ طب قولي لي صالحك بإيه؟ أنا مش جاية عشان تصالحني يا وسيم، أنا عايزك تطلقني. مريم، ما تخليش الانفعال. لا 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 لا، أنا مش منفعلة خالص. أنا جاية أكلمك بكل هدوء وبعد تفكير طويل. وسيم، احنا ما ننفعش مع بعض. انا خلاص ما بقتش اثق فيك، فلو سمحت طلقني.